اليوم شكشوكة بالباذنجان. في معلومات بسيطة إن شاء الله تستفيدون منها. اليوم حاولنا نأخذ بعض الأغراض من المزرعة، أخذت مورينجا أو شيء، بعدين أخذت البصل الأخضر. الله الله الله، هنا فلفل. أوه حليله صغير. كفينا هاردة. حلوة الفكرة إن نحن شكشوكة بالباذنجان، خلينا نجرب. في معنى. وهذا حبق بالشاهي. يا سلام. عمرك فكرت اذا قطعت الخضار الباقي ايش تسوي به؟ نضرب مثال، مثلا قطعت هذه الطماطم ولا ابغى الجزء هذا، يعني ايش تسوي فيه؟ هذا لا تعب نفسك، لا تعب نفسك. شفت هذا اخذته معك، ارمه بالشكل هذا وان حصل تدفنه او تنميه، بعدين راح يعني بيطلع لك. شوف هذا فلفل انا راميه، وبوريكم الطماط بعد برضه رامي مره بدون اي تعب. جودك من شعر بيت، هذه ليمونه. طبعا هذه انا شتلتها، اخذتها من هناك اللي مع الفلفل تو وشتلتها بذا، ان شاء الله تعيش عاد. سين اموره تمام الحين. نرجع لموضوع الاساسي اليوم. اخذت تقريبا مكونات بعضها من المزرعه، عندي باذنجان صغير، هذا ورق المورنجا مفيد قوه، طماطم هذا عندي بالبيت، فلفل حار، وبصل أخضر من المزرعة. قطعت الباذنجان شرائح صغيرة وبدأت فيه بالطبخ لأنه يحتاج وقت يستوي مع زيت الزيتون، وكملت باقي تقطيع الخضار البصل والطماطم، قطعت كل الجميع وضفتهم كلهم جميع مع. أضفنا شرائح جبن شيدر طبيعي